بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ إن شاء الله في الدرس الخامس، التوزيع الطبيعي. التوزيع الطبيعي صفحة 108. أول شيء في هذا الدرس راح نتعرف على ما يسمى ب التوزيع الاحتمالي المتصل. تعرفنا في الدرس الماضي على التوزيع الاحتمالي، وقلنا كان التوزيع الاحتمالي منفصل لأن قيم المتغير العشوائي كانت تمثل أعداد، أما المتغير المتصل فبيمثل فترة من مجموعة الأعداد الحقيقية. قلنا زي أوزان الطلاب، كتل الطلاب، زي أطوال الطلاب وإلى خلاف ذلك. الآن التوزيع الاحتمالي المتصل هو من أحد الأمثلة أو من الأمثلة على التوزيع الاحتمالي المتصل ما يسمى بالتوزيع الطبيعي. راح ندرس الآن التوزيع الطبيعي وخصائصه. التوزيع الطبيعي بيكون عبارة عن منحنى يشبه الجرس، وبكون متماثل. هذا هو محور التماثل، وهذا المحور يمثل المتوسط الحسابي. هنا في محور التماثل يكون المتوسط يساوي لي الوسيط ويساوي المنوال. فمن خصائص جدول التوزيع الطبيعي انه متماثل ولا يقطع، طبعا لا يقطع محور إكس، ويكون فيه المتوسط زي ما حكينا يساوي الوسيط يساوي المنوال اللي هو محور التماثل. ممكن أيضا يكون عندي توزيعات، هذا توزيع طبيعي لأنه متماثل، في عندي توزيعات نسميها توزيعات ملتوية. عندي توزيعات ملتوية. من الأمثلة على التوزيعات الملتوية عندي بنسميه التواء موجب. الالتواء الموجب بتكون غالبية البيانات تتركز وين؟ غالبية البيانات تتركز في الجهة اليسار من المنحنى، بكون بهذا الشكل. اعذروني على الرسم. تكون غالبية البيانات في الجهة اليسار، تتركز في الجهة اليسار، فهذا ما نسميه التواء موجب أو ما يسمى بنحو اليمين. التواء نحو اليمين. والثاني اللي هو ما يسمى بالالتواء السالب. اثنين، عندي ما يسمى بالالتواء سالب، يعني بكون نحو اليسار. تكون غالبية البيانات تتركز وين؟ في الجهة اليمين. يعني هذا بكون التواء سالب يعني نحو اليسار، ملتوي إلى اليسار، أو التواء موجب ملتوي إلى اليمين. زي ما حكينا في الالتواء الموجب بتكون تتركز معظم البيانات في الجهة اليسار بهذا الشكل، وفي الالتواء السالب تتركز البيانات وين؟ في اليمين. الآن راح نشوف كيف راح يتم أو كيف نشوف مجموعات، عندي مجموعات بيانات كيف يبدو شكلها من خلال سؤال تحكم فهمك واحد. بيعطيني مجموعة من البيانات في جدول، والمطلوب مني إني أعرف هذه البيانات كيف شكل توزيعها. هل تظهر التواء موجب أو التواء سالب أو موزعة توزيعا طبيعيا. التوزيع الطبيعي بتكون متماثلة بهذا الشكل،
بتكون المتوسط يساوي الوسط يساوي المنوال بهذا الشكل، والالتواء الموجب بتكون غالبية البيانات في الجهة اليسار، والالتواء السالب تكون غالبية البيانات في الجهة اليمين، تتركز في الجهة اليمين. معطيني هذا الجدول، ومعطيني هنا قياس الحذاء وهنا التكرار. معطيني انه اذا كان قياس الحذاء 38 ففي عندي 6 أحذية قياسهم 38، والقياسهم 39 8، والقياسهم 40 9، والقياسهم 41 4، والقياسهم 42 2، القياسهم 42 4، قياسهم 41 7، هنا 7، والقياسهم 43 عددهم 2، والقياسهم 44 عددهم 3، واخيرا القياسهم 45 1. الان لحتى اشوف نوع هذه البيانات كيف توزيعها، لابد اني امثل ايش؟ امثلها في الاعمده. فاذا نقوم بالتمثيل في الاعمده نفس ما اخذنا في الدرس الماضي. هنا باخذ التكرار، وهنا باخذ قياس كل حذاء. التكرار طبعا عندي اقل قيمه الواحد واكبر قيمه 9، ندرج 1 2، هاي 3 4 5 6 7 8، واخيرا هاي 9. واصغر قياس للحذاء هو 38، هذه 38 39 40 41 42 43 44، واكبر قياس هو 45. الان نقوم بتمثيل الاعمده. القياس هم 38، تكرارهم كم؟ 6. اذا من عندي ال 38 بطلع لوين؟ لعند ال 6 بهذا الشكل. التكرار هم 39، التكرار هم 39 8، هذه 8 بهذا الشكل. التكرار هم 40 9، بهذا الشكل. التكرار هم 41 7، هذه 7 تقريبا هنا. طبعا نراعي الدقة في الرسم، بحاجة إلى مسطرة. 42 4، هذه 4، 43 2، هذه 2، 44 3، هذه 3، وأخيرا 45 1، هذه 1 تقريبا. إذا ماذا نلاحظ من خلال هذا الجدول؟ بلاحظ أنه غالبية القيم تتركز وين؟ في الجهة، تتركز في الجهة اليسار. طالما تتركز غالبية القيم في الجهة اليسار، إذا هذا يسمى إيش؟ التواء. إذا بنقول عنه التواء إيش؟ موجب. التواء موجب يعني نحو اليمين، لأن غالبية القيم تتركز وين؟ في الجهة اليسار من المنحنى. هذه كانت أول فكرة في هذا الدرس، إني أعرف مجموعات البيانات المعطاة شو نوع توزيع. هل هي توزيع ملتوي نحو اليمين نحو اليسار، أم توزيع طبيعي؟ الفكرة الثانية اللي هي عندي ما يسمى بالقانون التجريبي. الفكرة الثانية اللي هي ما يسمى بالقانون التجريبي. القانون التجريبي نوع عبارة عن توزيع طبيعي بهذا الشكل متماثل. هنا بتكون قيمة عبارة عن ميوه اللي هي المتوسط الحسابي، وطبعا المتوسط الحسابي في التوزيع الطبيعي عندما يكون متماثل، يعني المتوسط في منتصف القيم، يعني على يمين المتوسط أو في جهة يمين المتوسط 50% من البيانات، وعلى يسار المتوسط بيكون 50% من البيانات.
والقيم اللي أعلى من المتوسط تقسم إلى أربع مناطق بهذا الشكل، بحيث وعلى يسار المتوسط تقسم أيضا إلى أربع مناطق، واحدة هنا ثنتين هنا ثلاث، واحد ثنتين ثلاثة أربعة. الآن في القانون التجريبي إنه قلنا على يمين المتوسط راح يكون 50% من البيانات، وعلى يسار المتوسط 50% من البيانات، وراح يكون عندي ثمان مناطق في جدول التوزيع الطبيعي. الآن أول منطقة هذه تمثل 34% من البيانات، أما المنطقة الثانية راح تمثل 13.5% من البيانات، والمنطقة الثالثة 2% من البيانات، وآخر منطقة اللي هي هذه اللي هي 0.5% من البيانات. وكذلك اليسار هنا 34% من البيانات، هنا 13.5% من البيانات، وهنا 2% من البيانات، وهنا اللي هي 0.5% من البيانات. لاحظ الآن إنه هذه لو جمعت هذه النسبة المئوية تحت تحت المنحنى أو تحت التوزيع الطبيعي أو منحنى التوزيع الطبيعي راح تلاحظ إنها 100%، وهذه هي مساحة تحت منحنى التوزيع الطبيعي اللي هي المساحة بتكون 100% أو واحد. الآن أول فترة هذه اللي هي 34% على يمين المتوسط الحسابي هي بتكون محصورة بين المتوسط والمتوسط اللي هو ميو زائد سيجما. هذه أول فترة سيجما اللي هي الانحراف المعياري. الفترة الثانية بتكون محصورة بين المتوسط وهذه ميو زائدا 2 سيجما، يعني انحرافيين معياريين. وهذه الفترة أيضا هنا بتكون عبارة عن محصورة بين المتوسط والمتوسط زائد 3 سيجما. وكذلك في الجهة اليسار هنا بتكون عبارة عن هذه أول فترة في جهة اليسار على يسار المتوسط بتكون عبارة عن ميو ناقص سيجما، وهذه الثانية بتكون ميو ناقص 2 سيجما، وهذه الثالثة بتكون ميو ناقص 3 سيجما. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أول شيء إنه أنا عندي 68% من البيانات تقع وين؟ تقع بأي فترة؟ بالفترة من ميو ناقصا سيجما إلى ميو زائدا سيجما، إذا تقع في هذه الفترة. واثنين اللهم صل على محمد، 95% من البيانات ايضا اللي هي راح تقع بين الفتره ميو ناقصا 2 سيجما وميو زائدا 2 سيجما، وبامكانك حسابهم، هاي ميو ناقص سيجما وهاي ميو زائدا سيجما، 34 و34 68. طب الان ميو ناقصا 2 سيجما لميو زائدا 2 سيجما في عندي اربع مناطق اجمعهم 13.5 و34 و34 و13.5 13.5 و13.5 27 27 و68 اللي هي 95، واخيرا راح يكون 9 واخيرا راح يكون 99% من هذه البيانات 99% من هذه البيانات يقع بين ايش؟ يقع بفتره من ميو ناقصا 3 سيجما وميو زائدا 3 سيجما. هذا هو القانون التجريبي. نشوف مثال كيف راح نستعمل القانون التجريبي. درس بسيط وسهل بإذنه تعالى. اللي هو من خلال سؤال تحقق من فهمك 2 صفحة 110، هو معطيك جدول التوزيع الطبيعي مرسوم جاهز. ومعطيك هنا 34 اللي هي منتصف البيانات اللي هي متوسطها متوسط البيانات، وهنا 39 وهنا 44 وهنا 49 وكذلك هنا معطيني 29 وهنا 24 وهنا 19. والمطلوب مني
إيجاد إيش؟ قايل لك ما احتمال أن تكون القيمة أقل من 24؟ ما احتمال أن تكون القيمة المختارة عشوائياً أقل من 49؟ يعني يعطيك جدول التوزيع الاحتمالي جاهز، بيانات مثلها في جدول التوزيع الاحتمالي بهذا الشكل، وطلب مني ما احتمال أن تكون القيمة أقل من 49. الآن أول شيء بلاحظ من هذا التوزيع الطبيعي أولاً إنه الميو هي عبارة عن محور تماثل، إذن 34. وبلاحظ إنه كل مرة أنا قاعد كم بزيد على يمين المتوسط؟ قاعد بزيد مقدار الانحراف، إذن الانحراف المعياري هنا كم؟ 34 زائد كم بيعطيني 39؟ لو زائداً كم؟ زائداً 5. هذه فقط عشان تعرف هون إنه أنا كل مرة بزود، أول مرة بزود سيجما، بعدين بزود 2 سيجما، بعدين بزود 3 سيجما، وكذلك على جهة اليسار، أول مرة بطرح سيجما، بطرح 2 سيجما، 3 سيجما. الآن هون من خلال الشكل بنلاحظ إنه الميو هو محور التماثل اللي هو 34، وسيجما 5، لأنه أنا هون كل مرة بزود 5، وفي جهة اليسار كل مرة بنقص 5. أول مرة بنقص انحراف معياري 1، بعدين انحرافين، بعدين 3، وهكذا. الآن المطلوب مني هو طالب مني احتمال إيش؟ إنها تكون القيمة اللي بدي اختارها أقل من 49. الآن احتمالها تكون القيمة أقل من 49 هيها، هذه هي القيمة 49. أقل من 49 بجمع مجموع، بحسب النسب المئوية تحت هذا التوزيع الطبيعي وبجمعها فقط. إحنا قلنا هون عبارة عن كم؟ 34%، هنا 13.5%، هنا 2%، وهنا أيضا 34%، وهنا 13.5%، وهنا 2%، الآن وهنا نصف المية، وهنا نصف المية أيضا، لأنه مجموعهم لازم يطلع 100% واحد. الآن أقل من 49، إذا من 49 وبدي أمشي لوين؟ بدي أجمع كل النسب المئوية اللي أقل من 49، إذا بجمع، شو أول واحد رح تعطيني؟ 2 زائد الثانية 13.5، بعدين 34، بعدين 34، بعدين كم؟ 13.5 و2، وآخر شيء كم؟ نص، وهذا كله، هذا كله بالمية. لاحظ إنك لو جمعتهم راح يطلع عبارة عن كم؟ 100% ناقص هذه النصف، هذه الفترة الوحيدة اللي غير داخلة، لأنها تمثل أكبر من 49%، فأنا أستبعدها. إذا أقل من 49% راح يطلع كم؟ 99.5%. يعني باختصار أستطيع إني أكتب، بي للإكس أقل من 49، أستطيع أكتبها عبارة عن إيش؟ 1 اللي هي 100% ناقص احتمال إنها تكون القيمة أكبر من 49%. يعني هذه طريقة أخرى وأسهل في التعامل وفي الحساب. إذا هذه 1 ناقص احتمال اللي أكبر من 49% هي عبارة عن كم؟ 0.5%. 1 ناقص 0.5% كم تعطيني؟ 99.5% فقط. هذا كل ما في هذا السؤال، سؤال بسيط وسهل. أهم شيء إنك تعرف التوزيع الطبيعي وتعرف النسب في كل فترة من في كل فترة تحت هذا المنحنى. الآن راح نشوف مثال شامل.
مثل سؤال 3 A و 3 B صفحة 110. قايل لك إذا كان كتل 100 موظف في شركة، إذا عندي هنا 100 موظف في شركة تتوزع توزيعا طبيعيا، متوسط حسابي اللي هو ميو هذا اللي بهمني اللي هو 70 كيلوغرام، وانحراف معياري اللي هو سيجما كم؟ 10 كيلوغرام. بقول لك أول مطلوب عندي، بقول لك ما العدد التقريبي للموظفين تقع، هذا أول مطلوب 3 إيه، بده عدد الموظفين اللي تقع كتلتهم بين 60 والكم والثمانين، بده عدد، بده عدد الموظفين، هذا أول مطلوب في السؤال. الآن أول شيء راح نعمله إنه راح نرسم التوزيع الطبيعي هذا هو التوزيع الطبيعي. الآن الميو 70، إذا هذا محور التماثل هنا بتكون عبارة عن إيش؟ ميو اللي هي 70، وقلنا كل مرة الآن على يمينها راح أضيف إيش؟ مقدار الانحراف المعياري. إذا أول مرة كم راح تكون؟ 70 ضيف لها 10 كم راح تطلع؟ 80. 80 ضيف لها 10 90، وال90 ضيف لها 10 هاي 100. الآن في الجهة اليسار أيضا، في الجهة على يسار المتوسط نفس الكلام، بطرح من 70 هيها أول فئة على أول فترة على اليسار، إني بطرح من المتوسط كم انحراف معياري؟ 1، إذا 60. هنا اطرح من 70 انحرافين معياريين، يعني 70 ناقص 20 انحرافين يعني 20 اللي هي كم؟ 50. وهنا اللي هي كم؟ اطرح 10 من 50 اللي هي 40، أو بطرح من المتوسط 3 انحرافات معياري. وزي ما حكينا إذا هون صار عندي على يمين المتوسط 4 مناطق، كل منطقة تمثل، المنطقة الأولى تمثل 34%، المنطقة الثانية 13.5%، المنطقة الثالثة 2%، وآخر منطقة هي 0.5%. وهنا على اليسار 34% أول منطقة، والمنطقة الثانية 13.5%، والمنطقة الثالثة 2%، وآخر منطقة اللي هي 0.5%. الآن بده عدد الأشخاص، طالب مني عدد الأشخاص. طيب طالب مني عدد الأشخاص. الآن لحتى أطلع عدد الأشخاص، أول شيء بطلع كم احتمالهم هذول الأشخاص. الآن هو طالب الأشخاص اللي بين 60 وبين كم؟ بين 80. لاحظ بين 60 وبين 80 شو راح يكون عندي؟ 68 إيش؟ بالمية، صح ولا لا؟ 68% بين 60 والثمانين، يعني احتمال بين 60 والثمانين إنها تكون إكس أقل من 80 وأكبر من 60 إيش تساوي؟ تساوي من 60 لـ70 34%، إذن 34% زائدا من 70 لـ80 أيضا 34%. كم بيطلع؟ بيطلع عندي 68% من هذول الموظفين، من 60 لـ70% من هذول الموظفين بين 60 والـ80 اللي أوزانهم متوسط أوزانهم كم؟ 70. الآن المطلوب طالب عددهم. الآن لإيجاد عددهم بضرب عدد الموظفين، هو قال لك عدد الموظفين الكامل بيعطيك عدد الموظفين 100. عدد الموظفين كاملا 100 موظف، نعم 100 موظف. إذا عددهم إيش بكون؟ بكون 68 على 100 ضرب إيش؟ 68 على 100 ضرب 100 اللي هم كم بده يطلع عندي؟ راح يطلع عندي 68 موظف، راح يطلع عندي 68 موظف. أصلا واضحة هذه نسبتهم 68% من أصل 100، إذا عددهم مباشرة 68 موظف. الآن شوف المطلوب الثاني. المطلوب الثاني في هذا السؤال
شوف المطلوب الثاني. المطلوب الثاني قايل لك ما احتمال أن يتم موظف بسرعة عشوائية تكون كتلته أقل من 90؟ ثلاثة بي صفحة أيضا 110 قال مني احتمال إني أختار موظف بسرعة عشوائية وتكون كتلته الكتلة أقل من 90، زي ما حكينا في المثال، في المثال في سؤال 2 في تحقق من فهمك. الآن بده أقل من 90، يعني طالب مني الحل، طالب مني probability احتمال X أقل من 90. الآن بروح بشوف إيش النسب، النسب المئوية لأقل من 90. هاي اللي أقل من 90، اللي أقل من 90 عبارة عن كم؟ 13.5 زائد 34 زائد 34 زائد 13.5 زائدا 2 وأخيرا إيش؟ نص. أو بإمكاني وهي الأسهل، الأسهل إن أقول عبارة هذه احتمال إن تكون كتلة الشخص أقل من 90 هي 1 ناقص احتمال تكون كتلته أكبر من 90. ليش 1؟ لأنه قلنا إنه المساحة تحت هذا المنحنى كم؟ 1 اللي هي 100%، يعني مجموع هذه النسب اللي تمثل 8 مناطق تحت تحت التوزيع الطبيعي، منحنى التوزيع الطبيعي مجموعها 100%، وهذه أسهل أحللها، إذا 1 ناقص. الآن احتمالها تكون إكس أكبر من 90، إذا بأخذ هنا القيم اللي أكبر أو احتمالات القيم أو نسب القيم اللي أكبر من 90. أكبر من 90، من 90 إلى 100 كم؟ 2 زائد. أكبر من 100 كم؟ نص بالمية. بهذا الشكل. ايش بيطلع الجواب؟ بيطلع عندي 1 ناقصا كم؟ 2.5%. اطرح 1 ناقص 2.5%، كم يبقى عندي؟ 97.5%. اذا احتمال اني اختار شخص كتلته اقل من 90 احتمال كبير جدا، 97.5%، 97.5%. وهذا شيء منطقي. ليش؟ لانه احنا حكينا الاشخاص اللي بين ال 60 وال 80، 68 موظف من اصل 100، يعني نسبتهم 68%، يعني غالبيتهم اقل من كم؟ من 90. طيب لو اضفنا اضافه على هذا السؤال، قال لك مثلا بدي الاشخاص اللي اقل من 80، اقل من 80 اذا بجمع 34 زائد 34 زائد 13.5 زائد 2 زائد النص. لو قال لك مثلا بدي احتمال اللي بين كتلتهم بين ال 40 مثلا وال 60، بين ال 40 وال 60 بجمع 2 زائد 13.5. هذا والحمد لله رب العالمين.